أهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع وفقرتنا الصحفية الأسبوعية. منورنا لتحليل أحداث الأسبوع الماضي الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. صباح الخير. صباح النور. كل سنة وإحنا طيبين ومصر بخير ونصر دايما يا رب. مصر كلها بكل خير وسعادة وطمأنينة وسلام. طبعا بمناسبة عيد نصر أكتوبر العظيم، مصر كانت وما زالت وستظل بخير لأن فيها جيش عظيم وفيها شعب عظيم واحد موحد لم ولن يقبل عبر تاريخه أن يحتل شبر من أرضه. ومن هنا كان هذا النصر المؤزر اللي احنا النهاردة بنحتفل بيه، اللي روحه ما زالت بينا، روحه ما زالت موجودة في العملية الشاملة سيناء 2018. البطولات مستمرة، الانتصارات مستمرة. تحيا مصر بجيشها وشعبها العظيم وقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل سنة ومصر، كل مصر وكل المصريين بكل خير وسعادة وسلام. كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير ويا رب منصورين دايما بإذن الله. حضرتك اتكلمت على يعني استحضار روح أكتوبر 45 سنة أستاذ علي، وإحنا لسه كل سنة بنحتفل بنفس الحماس، بنحتفل بنفس الحب، بنحتفل بنفس يعني الانتماء وأيضا الشكر والعرفان. خلينا نتكلم كده إن الموضوع ما يبقاش فقط احتفال أو مش مجرد مناسبة وطنية بتعدي علينا وناخد أجازات وخلاص. حضرتك شايف طبعا التاريخ مرتبط ببعضه ودايما بيكون متشابك، احنا عايزين نعرف كده من وجهة نظر سيادتك يعني ازاي نقدر ان احنا نستفيد من هذا الاحتفال، بما ان حضرتك كمان ذكرت العملية الشاملة. فعايزين نعرف يعني كيف نربط بين احتفالات ونصر اكتوبر وما حدث وبين العملية الشاملة سيناء 2018، هذه الحرب الشرسة اللي بتاخدها مصر ضد الارهاب. هو بدون شك نصر اكتوبر العظيم علمنا ان احنا كل واحد فينا يكون على استعداد لانه يفدي وطنه ويفدي شعبه وأمته بروحه وحياته. ومن هنا بنحيي أرواح شهدائنا العظام في نصر أكتوبر 73، بنحيي أيضا شهدائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة في العملية الشاملة التي ما زالت مستمرة في سيناء. لكن المعركة الآن معركة من نوع مغاير في الحقيقة، في مؤامرة كانت على العالم العربي. للأسف الشديد هذه المؤامرة نجحت في تفتيت عدد من الأقطار العربية من حولنا والتي ما زالت مشتعلة حتى الآن، زي ليبيا وسوريا واليمن وغيرها، أزمات كتيرة جدا. نفس المؤامرة دي كانت تحاك ضد مصر، لكن شعب مصر العظيم أجهض هذه المؤامرة. تمام. إن احنا إيد واحدة ويد واحدة ولم نقبل الفتنة أو التجزئة بيننا. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، طول ما احنا كده، حضرتك تذكري هذه الجمله ولا انساها ابدا، مش حد هيقدر يعمل لنا حاجه. ومن ثم كانت المؤامره ان هي دخول عناصر ارهابيه وظهور الارهاب وتمويل الارهاب ودعم الارهاب، ومن ثم تواجد ارهابيين على اراضينا وكان من بداوا يستهدفونا ويستهدفوا قواتنا المسلحه والشرطه ومنشاتنا وشعبنا واهالينا في سيناء. ومن ثم كان من الضروره بمكان ان تقوم القوات المسلحه والشرطه المصريه بمواجهه هذه العناصر الإرهابية الآفمة. وبالفعل تحقق نصر عظيم وتحققت بطولات عظيمة جدا. تمام. بهذا الشأن. ولذلك أنا أذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولاته الخارجية دائما مش قادر أقول لحضرتك إشادات كبيرة جدا بدور مصر في مواجهة الإرهاب ونجاح مصر في مواجهة الإرهاب. أنا بقول السبب الرئيسي في انبهار العالم إيه الفرق بيننا وبين الدول الأخرى بتواجه الإرهاب؟ هي بسالة وشجاعة المقاتل المصري. إذا كانوا بيقولوا لنا إن جيش مصر هو العاشر على مستوى العالم، ده شيء يعني محل فخر كبير جدا لينا، وإن شاء الله نكون أكثر تقدما، لكن بقول المقاتل المصري هو الأول على مستوى العالم لما يتسم به من شجاعة، قدرة قتالية عالية، عشق لتراب هذا الوطن، عقيدة طبعا، عقيدة قتالية عالية،
تدريب عالي جدا، استعداد لأن يموت دفاعا عن هذا الوطن حتى يظل سالما أمينا مطمئنا. خير أجناد الأرض يعني عليه الصلاة والسلام، دي حقيقة يعني حتى قبل كل الإشادات وكل الترتيب وكل حاجة، إحنا جيشنا خير أجناد الأرض يعني، نحمد الله إلى يوم القيامة بإذن الله. طبعا خلينا نقول يعني سيادتك ذكرت كذا نقطة مهمين جدا، المؤامرة التي نجحت في تفتيت العديد من أقطار الوطن العربي، ده معناه يا فندم ان في شكل الحرب او يعني شكل مجابهه الارهاب. هل حضرتك شايف ان دلوقتي يعني اصعب او اشرس؟ يعني احنا 6 اكتوبر كان جيش بيحارب جيش، والعالم كان كل دوله موقفها محدد. صحيح. الفرق بقى بين مواقف الدول مثلا في 6 اكتوبر 73 وطبعا توابعها لحد يعني كذا سنه بعديها، وموقف الدول دلوقتي سواء عربيه او غربيه من الحرب اللي احنا بنخوضها دلوقتي. اصل الحرب ما فيش، احنا ما عندناش اللي هو ايه، احنا عارفين ان احنا عندنا حرب، بس المعركه مش محدده، يعني العدو احنا مش شايفينه زي يعني زي الاول، وانت شايف العدو وبتقاتل ظاهر امامك. ظاهر امامك. صحيح. انما دلوقتي انا مش شايفه، انا شايف حضرتك طبعا العدو الان خفافيش الظلام، يعني حضرتك بيظهروا فجاه، بيطلعوا بصوره مفاجئه، بيحطوا زي ما كنا بنشوف بيحطوا تفجيرات، بيحاولوا يعتادوا على منشآت. لكن انا بقول لا، في مواجهه صارمه في مواجهتهم، في مبادئه بمهاجمتهم قبل التخطيط والاعداد لعمليات، في معلومات مسبقه بتوصل، في استخدام تكنولوجيا عالي طبعا، كل الاساليب التكنولوجيه، كل الاسلحه بيتم استخدامها، كل المعلومات بيتم توفرها، يعني كل الاساليب العلميه التقنيه الدقيقه العاليه في مواجهه الارهاب. ولذلك بقول لحضرتك زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بننوب عن العالم كله في مواجهه ذلك الارهاب الاسود. يا فندم لو الارهاب ده لا قدر الله كان نجح عندنا هنا كان امتد امتداد مهول، لكن احنا استطعنا ان احنا نواجه هذا الارهاب بقوه وشجاعه. ولذلك كثير من دول العالم حريصه جدا على التعاون مع مصر والاستفاده بخبره وتجربه مصر في هذا المضمار. لكن دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي في احاديثه وكلماته في المحافل الدوليه بيؤكد على اهميه التعاون الدولي في مواجهه الارهاب، لان بالفعل الارهاب ده خطر كبير جدا، بيمتد امتداد سرطاني في كثير من دول العالم، اصبح يهدد الامن والسلم الدوليين. ومن ثم فان هناك حاجه ماسه لمزيد من التعاون الدولي، وايضا المزيد من التعاون البيني بين دول العالم بعضها البعض من اجل مواجهه تلك العناصر الارهابيه ومواجهتها لما تمثله. طيب. بالفعل من خطوره، لكن بقول ان مواجهتهم عمليه مش سهله، لان مش الناس سهلة بيحصلوا لأن على كمان عندنا على تمويل كبير جدا من دول راعيه لهم، اخصها تركيا وقطر وغيرهم طبعا، ومنظمات خارجيه اخرى. بيحصلوا على تمويل، بيحصلوا على سلاح متقدم جدا، لولا ان وراهم دول واجهزه. عشان كده دايما اقول ان الارهابيين عملاء لجهات معاديه لاوطانهم، هم يعلمون ذلك، مرتزقة. هم يعلمون انهم مرتزقه وانهم عملاء وانهم يرتدون عباءه الدين، والدين منهم براء، يكفي انهم استهدفوا كنائسنا واستهدفوا مساجدنا في ان واحد، ولا نقبل المساجد باي مسجد او باي كنيسه على قدم سواء. فعايز اقول ان هم اعداء للحياه الانسانيه، أعداء للأديان السماوية في مقدمتها دين الإسلام وأيضا الديانة المسيحية. وكما تعلم حضرتك إحنا نقدر الأديان السماوية ونحترم الأديان السماوية لأنها كلها من عند الله، ولا نقبل المساس بأي ضرر. هي الدخلة دي دخلت يعني برضو يعني، لكن بقول لحضرتكم كشفوا عن هويتهم الحقيقية كأعداء للأديان السماوية، كأعداء للبشر، كأعداء للحياة الإنسانية. فمن ثم فإن يعني بالفعل يمثلون خطورة كبيرة، وبالتالي التعامل معهم في ظل هذه الحالة التي أجملناها موضوع ليس باليسير، كان محتاج رجال أشداء لديهم سواعد قوية، تدريب عالي، شجاعة، قدرة قتالية عالية، ناس بتضحي بأرواحها عشان إحنا نعيش. كل التحية لشهدائنا العظام في سيناء طبعا. 2018 كل التحية لأسر الشهداء الذين هم في حدقات أعيننا جميعا، ونحن نقف أمامهم وننحني احتراما وإجلالا. طبعا. الدروس الغالية اللي تلقيناها من أمهات شهدائنا العظام طبعا. في اللقاءات أمام السيد رئيس الجمهورية أصغينا إليها جيدا، وشفنا قد إيه إن رئيسنا بيقدر أسر الشهداء، بيحترم أسر الشهداء تعبيرا عن تقديره لهم. صحيح. وأيضا بيعبر عن تقديم مصر، كل مصر لشهدائها العظام ولأسرهم.
طيب في نفس السياق خلينا نتكلم برضو عن موقفنا داخليا أو موقفنا كشعب. في 6 أكتوبر كان في روح هزيمة، كان في نكسة قبل، يعني قبل 6 أكتوبر كان 67، كان في روح يعني كلها إحباط، كان الناس متضايقة جدا على كل المستويات، وكل الناس كانت بتقول احنا لازم نحارب، كان يعني الموقف محدد، الموقف واحد. خلينا بقى يعني نروح بقى للفترة اللي احنا بقى عشناها الكام سنة اللي فاتوا، احنا حسينا بالنكسة والهزيمة في سنة حكم الإخوان، وكنا نفس الروح تقريبا ان احنا عايزين نخلص، عايزين احنا مش يعني محتاجين ان احنا نحارب هذه العصابة او هذه الجماعة. دلوقتي يا فندم هل احنا لسه مدركين لده؟ يعني زمان دايما كنت اسمع مثلا الناس يقول لك لا احنا كلنا كنا بنتعامل في الشوارع وفي الشركات وفي المدارس وفي الجامعات، يا جماعه احنا في حرب، احنا لسنا في ظروف تقليديه. هل احنا بنتعامل بنفس الروح دلوقتي؟ شوفي حضرتك، هو طبعا البطوله الحقيقيه اللي احنا قمنا بيها زي ما حضرتك ما قلتي، فعلا كلنا كنا محبطين طيله فتره حكم عصابه الاخوان، لان هم عصابه بتحكم مصر، عندهم اهل الثقه وليس أهل الخبرة، ألحقوا أضرارا جسيمة بالاقتصاد، بالحياة السياسية، بالحياة الاجتماعية، كانوا عايزين يأخون الدولة. مصر دولة لا تقبل الأخوان ولا تقبل هذه الأمور، مصر دولة مدنية تحترم الأديان السماوية، لها هوية معروفة، لها هوية يعني معروفة، لها انتماءات كثيرة عربية وإفريقية وإسلامية، ولها جذور مسيحية قبطية، ولها والأقباط أشقاء لنا تماما في المواطنة على قدم، جزء غالي من نسيجنا الوطني، احنا جسد واحد ما احناش اتنين ابدا. اللي حضرتك بتقوله ده تيمة كمان بتاعت مؤتمر الشباب الأعمدة السبعة، يعني سيادتك قلت ان شاء الله دي حقيقة كلنا مدركينها ادراكا تاما. هم ما يعرفوش هذا الكلام، ناس يعرفوا الفتن ويعرفوا الكذا، ف يعني كانت فترة فعلا اصابتنا جميعا بالإحباط وشيء من يعني الانكسار، واحنا عايزين نخلص ونسترد هويه مصر. وهذا ما نجح فيه شعب مصر العظيم لما نزلنا كلنا في 8 في اكثر من 8 مليون في الشارع، وحمانا جيش مصر العظيم، عشان دي عناصر اجراميه ممكن تقتلنا في الشوارع، وفعلا اعتدوا علينا في الشوارع وحرقوا اقسام شرطه واعتدوا وقتلوا ناس، وزي ما شفنا الجرائم اللي ارتكبوها. لكن ما بعد ذلك بداوا بالفعل يزاولون الارهاب، ولا ننسى محمد البلتاجي لما وقف وقال الارهاب اللي في سيناء هيتوقف اذا رجعنا الحكم، ايه اللي ترجع له؟ بيهدد الدوله. فاحنا بدانا بالفعل نخوض المعركه ضد الارهاب وانتصرنا على الارهاب، لكن الحاله التي يجب ان تستمر هي حاله الوعي من ان احنا جميعا نحارب العنف، نحارب التطرف، نحارب هذا الفكر الارهابي، نحمي ابنائنا، كل اسره بعينها على ابنها حتى لا ينخرط في بؤر إرهابية أو يعتنق فكرا إرهابيا، مواصلة تجديد الخطاب الديني، وهذا هو الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر وكل الجهات المعنية، ووزارة الثقافة ليها دور، هم لحد دلوقتي يا أستاذ علي بيحاربونا من وسائل الإعلام، ليها دور وسائل الإعلام بالظبط، من القنوات المشبوهة بتاعتهم، كلنا دور في إن احنا نحمي أبنائنا حتى لا يظهر بيننا. لكن طبعا كان في ناس بالفعل منخدعين بهذا الفكر، لكن عادوا الى احضان الوطن وبعدوا عن هذا الكلام، كتير يعني كتير جدا من الناس اللي كانت انخدعت في هذه الصوره الزائفه لمن ارادوا ان يرتدوا عباءه الدين، لكن تبين هم بيتجروا بالدين في الحقيقه. لكن يبقى دايما نكون صحيين، لان احنا جميعا نكون شركاء ويكون لنا دور في مواجهه العنف والتطرف والارهاب. تمام طيب.